وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ قضينا الصيام اللي علينا والحمد لله، ربنا يتقبل منا ومنكم. النهارده قلت كده اعمل بيتزا للعيال عشان ايه تبقى خفيفة علينا وكده، زهقنا بقى من الاكل والصيام. النهارده احنا صايمين، نعمل اكل ايه ونفكر، قلت اعمل حاجة خفيفة. دلوقتي انا العجينة اهي عملتها اهي، شايفينها؟ بسم الله ما شاء الله. فانا كنت عجناها على الصفحة، ويعني اللي حابب يشوف عجناها يخش على الفيديوهات بتاعتي هيتفرج على العجن. عجنتها اهي بعد ما خلصنا الفطار وكده، عجنتها وسبتها تخمر. وده معانا الحشو اهو، انا هحشي واحدة هعملها بالبسطرمة، واحدة بالصدق البقالي، وطبعا بالجبن المبشورة وبالزيتون والفلفل والطماطم متقطعة، متشال منها القلب متقطع. الصلصة دي حطيت فصين توم على طماطمتين على بصلة، وحطيتهم على النار لغاية ما تشربوا المية بتاعتهم، وضربتهم في الخلاط وحطيت عليهم حبة زعتر. ادي الصلصة بتاعتنا اهي حلوة، بتاعت البيتزا ريحتها خرافة خرافة خرافة، جايبة اخر الدنيا. نسمي الله حبايبي، هنفتحها اهي على العجينة بتاعتنا وهنشوفوها مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. اهي شايفين العجينة بتاعتنا عاملة ازاي؟ اهي حبايبي شايفين العجينة خرافة. هنقول المقادير بتاعت العجينة، حطيت كيلو دقيق، عليه كوباية زبادي كبيرة، عليه كيس خميرة فورية، عليه حبة ملح، عليه معلقتين سكر، ذرة ملح كده، ومعلقتين سكر ومعلقتين زيت، وعجناهم حلو قوي قوي بالمية الدافية. وادي الخميرة بتاعت وادي العجينة حمرانة وجميلة اهي، هنهبطها اهي شايفين، هبطت كلها شايفين، طبعا ايدينا مغسولة ونجيفة اهي. هنعملهم صاجين كبار مرة واحدة اهي، شايفين العجينة بتاعتنا خرافة خرافة اهي. اما بعجنها بالزبادي، الزبادي بتبقى عجينة خرافة. شايفين العجينة؟ هنقسم العجينة كده على اتنين اهي اهي، نصين اهي، نص للصاج ده ونص للصاج ده. شايفين حبايبي؟ اهي العجينة بتاعتنا جميلة جدا اهي. هنسمي الله اهو اهو اهي، لازم هي تلزق شوية العجينة عشان تبقى ناجحة، بتاعت البيتزا تكون بتلزق في ايدينا. شايفين اهي الاتنين قد بعض، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله العجينة خرف اهو. هنجيبوا الصاج بتاعنا، هنغطوهم كده بس عشان ما ينشفوش، وشهم ينشف اهو. هنغطي واحدة واحدة التانية، هنشتغلوا بيها. استنوني حبايبي راجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي اهي اهي البيتزا بتاعتنا. احنا بصوا دي لازم هنعمله ايه، هناخدها براحتها كده، يعني هنفرد ونستنى شوية، وهنفرد ونستنى ايه شوية لغاية ما تفرد معانا وتاخد راحتها اهي. ما لقيناهاش، نستنوا عليها شوية هتاخد راحتها وتتفرد، نفردها على الصاج على طول. استنونا حبايبي راجع لكم تاني، بس ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك عشان ننزل لكم كل جديد من يوميات حنة. استنونا ما تروحوش في اي حتة. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ اهو رجعنا لكم تاني، فردنا العجينه بتاعتنا. انا قلت بس افردها عشان هي بتريح وناخد وقت ان احنا نرجع نفردها، رافعين السور بتاعها كده. فاحنا هنحشي السور بتاعها كده اهو. بصوا حبايبي عشان نحشوها زي بتاعت بره، بنحط الجبنه كده في الطرف كده اهو كده اهو، شايفين ازاي كده اهو. اهو واحدة واحدة مع بعضينا، شايفين اهو
ندخل كده الجبنه كلها في السور بتاعها اللي احنا عاملينه، اللي احنا مبططين كده السور ده عشان نحشيها اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين حبايب ازاي اهي، هنحشيها كلها اهو، هوريكم هنتني عليها ازاي، ننزل عليها ازاي زي بتاعت بره اللي بيعملوها، وعيالنا بيجيبوها وياكلوها. احنا حابين نعمل لهم كل اللي بياكلوه بره نعمله لهم في البيت. هنتني كده عليها اهو، شايفين اهو اهو، ناخد من فوق وننزل تحت كده اهو ونبرمها، شايفين اهو، تبقى عامله زي اللي بتتحشى من بره، شايفينها اهو. ندخل برضو العجينه كده اهو، شايفين اهو، نقفل عليها حلو كده اهو على الجبنه اهو، ناخد كده من فوق العجينه وننزل بيها اهو. ونخش بالعجينه برضو على الصاج من جوه اهو، شايفين اهو، قفلناها كلها شايفين اهي. احلى اطرف هتبقى محشيه اهي، محشيه جبنه اهي، شايفين هنخرم كده في الشوكة عشان ما تعلاش معانا تقلب ازاي العيش، ما تكتري لها كده التخريم. نتأكد كده ان الجبنة مقفولة عليها حلو هنقص الصلصه بتاعتنا اللي احنا عملناها اهي كده، بحيث ان الصلصه مش هتيجي على الطرف وتنحرق، لا هتقصه كده الطرف برضو بتاعها اللي معمول، شايفين. صلى على النبي حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. متنسوش تحطوا لنا اللايكات والحاجات الجميله بتاعتكم، التعليقات الجميله، عشان ينزل كل جديد من يوميات حنا، شايفين. اهيت نقصه كده الطرف ده كده عشان الصلصه تديها لون حلو، تبقى كلها كده مدهون، شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اهو. اول حاجة هنحشيها هنحشي البسطرمة اهي، مقطعينها حتت صغيرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنحشي دي كده البسطرمة ديت، الصدق ده عامل البقالي طبعا، كلنا انا عملته قبل كده بالطماطم والفلفل وكده، ده صدق بقالي زي البسطرمة ده، بقى مش عارفة موجود في القاهرة ولا عندنا احنا في اسكندرية بس منه وباقي المحافظات فيها ولا لا، ده مش صدق شرقي، ده صدق اللي هو عامل زي البسطرمة بالظبط اهو، شايفين كده اهو اهو، بيبقى طعمه خرافة لان هو نفس طريقة البسطرمة بس صدق،
بقالي من عند اللبان، شايفين اهو الحاجة كلها اهو. بنحط اول حاجة الصدق والحاجات دي، ويبقى فوقيها الطماطم والحاجة، عشان احنا كده بنتك على العجينة عشان يخش جوه العجينة اهو. وبعدين هنحط فوقيه الطماطم متقطعة ومتشال منها القلب اهو، مقطعينها كده ومكعبات صغيرة، وهنحطوه عليها كده اهو، لان هو بيبقى حادق زي البسطرمة بالظبط اهو. شايفين جمال البتاع. وبعدين هننزل بالزيتون اخضر واسود تشكيلة كده اهو مع بعض اهو. مش هنكتر الزيتون عشان ما يبقاش ايه حادق. ومعانا كمان فلفل حامي هننزل كده اهو. في ناس بتحط له الرومي، فلفل رومي الوان، لكن احنا بنحبه الحاجة سبايسي اهو. شايفين انتوا كله بتحطوه في النص كده اهو، وبتحطوا عليه والجناب فيها الايه الجبنة محشية. شايفين اهو، هنخلي دي هننزل برضو بيه بحبة جبنة كده اهو التركي اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين مش هنكتر الجبنة، وهننزل كمان بالجبنة، مولعين الفرن بتاعنا بالجبنة الموتزاريلا، هنحطهم في الرف الوسطاني هتستوي مع نفسها. لغاية ما الجبنة كلها تسيح. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في البيتزا بتاعتنا دي؟ خرافة. لسه هنعمل بقى التانية بالبسطرمة، استنونا نحطها في الفرن، استنونا ارجع لكم تاني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خرمنا اهي وحشينا الطرف. انا بس حبيت اعمل الحاجة دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، وهنحشيها اهي بالصلصه. هنعمل كده نغطيها بقى بالصلصه كلها. حشينا الطرف برضو اهو، حشينا الطرف كله جبنه ونغطيها كلها بالصلصه كده. الصلصه ريحتها خرافه خرافه. هنعمل مسحه من فوق كمان عشان تدينا لون حلو اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين يا حبايبي اهو، وهنحط برضو البسطرمة على وش العجينة كده اهو. اهي واحدة عملناها بالصدق البقالي، والتانية هنعملها بالبسطرمة. شايفين اهي كده اهو، عندنا حبة بسطرمة في التلاجة. كل اللي عندك في التلاجة طلعيه واعملي بيه احلى بيتزا. البواقي اللي عندك، اي جبنة باقية عندك، طلعيها واعملي احلى سنين بيتزا فرحي بيها عيالك اهي. انا طبعا ايديا نضيفة وغسلاها عشان اي حد يقول ايه حاجة، احنا بنغسله ايدينا واحنا اللي بناكله. شايفين اهو، وهنحط طماطم برضو عليها اهو. طماطم دي متشال ومتقطعة قطع صغيرة ومتشال منها القلب اللي بيعمل مية ناشفة اهي، مفيهاش ريحة المية عشان تخفف من حدوقية البسطرمة شوية اهو. شايفين اهو،
السور ده بيخليكي تتحكمي ان مفيش حشو منك يطلع فوق ولا اي حاجة، يفضل في اطار الدايرة بتاعت البيت. وننزل كده بالزيتون، هنشوفها مع بعضين ان شاء الله. انا حطيت التانية في الفرن وخلاص هتطلع معانا، ونشوفوها في الرف الوسطاني على 180 درجة. هنشوفوها مع بعض. الفلفل الحيني اهو، اي حاجة عندك، فلفل الوان، فلفل حيمي، اي حشو، ده بتاعك انت. اما العجينة انا عملتها معاكم قبل كده وجايبة 1500 مشاهدة. اللي عايز يشوف العجينة بتتعمل ازاي يخش على الصفحة هيلاقي طريقة العجينة موجودة. هننزل بحبة الجبنة اللي فاضلين اهو من الاطراف اهو، حشيت الاطراف جبنة اللي هي التركي دي، وننزله ببقية المرزاريلا بتاعتنا اهي. شايفين احلى بيتزا، وتفرحي عيالك وحبايبك بطريقتك وابسط طريقة وسهلة. قلنا احنا خلصنا رمضان بقى، طبعا ما كناش هنعرف نعمل بيتزا في رمضان لاني طبعا دي اكلة ايه فريحت. بس ما تنسوش تحطولنا اللايك واشتراك عشان ننزل لكم كل جديد من يوميات حنة على يوتيوب، وطبعا القناة بتعلى بيكم وليكم. ودي صينية البيتزا بتاعتنا، ايه رأيكم فيها؟ شكلها خرافي. رأيكم فيها حبايبي؟ عجبكم الوان وشكلها خرافة؟ استنونا التانية هتطلع من الفرن هنوريها لكم، استنونا متروحوش في اي حتة. ورجعنا لكم تاني حبايبي، عملنا البيتزا بتاعتنا وطلعناها من الفرن لسه سخنة، شايفينها ولا الريحة خرافة؟ شايفين العجين؟ هنوريكم العجين من تحت، بصوا هي سايبة الصاج، شايفين؟ طالعة من الصاج خالص بس سخنة مولعة. هنوريكم التسوية من تحت، هنقطعها اهي بسم الله. شايفين عاملة زي العيش الفينو، سخنة نار. ونقطع كده اهو كمان، عاملة زي بتاعة برة، شايفين اهي. اهي شايفين، نسلكها بس من بعضها كده اهو، وناخده الحتة كده اهو. هوريكوا التسوية بس عشان سخنة لسه مطلعينها. بصوا حبايبي، نسمي الله ونصلي على النبي. شايفين اهي، شايفين التسوية بقى بتاعتها اهي، شايفينها عاملة ازاي اهي. والحشو بصوا هنا الجبنة، بصوا الجبنة، شايفين الجبنه بتمط اهي، والحشو. ودي كانت النهارده البيتزا بتاعتنا، شايفينها مقطوعه ازاي جميله وطريه. شايفين العجينه بتاعتنا ولا العيش الفينو طريه ازاي؟ مش ناشفه، لا طريه. تاكلوها بالهنا والشفا، واسيبكم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم.